تحية لكل مشاهدينا مشاهدة متابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. علامات طائرة النادي الأهلي المتجهة إلى جنوب أفريقيا لمواجهة فريق سان داونز في مباراة دور المجموعات لدور أبطال أفريقيا. سعدنا أن يكون معنا في هذه الأثناء واحد من كباتن النادي الأهلي ونجوم النادي الأهلي اللي دائما جماهير النادي الأهلي بتستمد الثقة من وجود كابتن أيمن أشرف. كابتن أيمن برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي. خليني في البداية أقول لك الحمد لله على السلامة، وحشتنا وحشت كل جماهير النادي الأهلي، طمنا عليك. طبعا يعني بشكرك على الكلام الجميل دوت، وبرحب بجمهور النادي الاهلي على قناه النادي الاهلي. والحمد لله يعني الاصابه كانت رخمه شويه، الحمد لله رجعت بعد فتره تقريبا 3 أسابيع او 22 يوم 23 يوم. الحمد لله الامور بسيطه وعدت على خير الحمد لله. عايز ابارك لك على مباراه بيراميدز الاخيره والفوز بثلاثة اهداف، مباراه اداء ونتيجه نتيجه كبيره، لكن عندنا مهمه تانية كبيره هي مباراه صن داونز. شايف المباراه ازاي؟ طبعا يعني انت لسه بتقول بيراميدز وبعد كده صن داونز، وهي سمات الفرق الكبيره ان هي بتتحط في ماتشات تقيله ورا بعض. فرقه البطل دايما ما بتشوفش مين. طبعا قيمه الفرق اللي انت بتلعبها او توقيت الماتشات نفسها ده بيخليك انت تبقى مركز اكتر. طبعا الحمد لله يعني ببارك اللعيبه كانت رجاله جدا الماتش بتاع بيراميدز، وقدرنا نحقق 3 بونت باداء كويس جدا الشوط الثاني، وحتى اداء الشوط الاولاني كان كويس لكن ما كانش فيه ترجمه على الجون، لكن الشوط الثاني كان فيه اداء وكان فيه ترجمه على الجون بثلاث اجوان شكلهم حلو جدا. فطبعا ببارك للعيبه كلها، كان على قدر على قدر المسؤوليه بسبب برضو منتخب، رجع من منتخب بعد كده كاس عالم انديه بعد كده ماتشات، لكن هما الحمد لله كان على قدر المسؤوليه النهارده، وقدرنا الحمد لله ناخد 3 بونت مهمين طالعين ان شاء الله باذن الله. طبعا يعني دايما احنا متعودين كلاعبين نادي الاهلي ان احنا بماتشات الكبيره سان داونز، احنا طبعا مش 3 ماتشات اللي فاتوا بتوع دوري ابطال، احنا بنحاول نفصل طبعا بين دوري وافريقيا، لكن هي ماتش صن داونز داخل في المرحله اللي هي ما بين الدوري وما بين افريقيا. اتمنى ان شاء الله يكون معانا التوفيق ويكون اداء اللعيبه الماتش اللي جاي بتاع صن داونز مميز، نقدر نادي اداء مميز ونقدر ناخد 3 بونت. يعني كابتن ايمن الوقوف على منصات التتويج مش سهل، لكن الاصعب كمان انك تبقى متعود على تفضل واقف على منصه التتويج وتحافظ على ده، دور كبير جدا لاوضه اللبس. وعايز اتكلم على الكابتن ايمن اشرف، كابتن الشناوي، كابتن وليد سليمان، كابتن عمر ربيعه، لان دي الامر اللي احنا نقف على منصات التتويج ده مش من فراغ. طبعا يعني هي انت ممكن توصل لها مره، لكن انك تحافظ عليها انك توصل يعني في السنه 3 4 مرات دي بتبقى حاجة صعبة. طبعا يعني نشوة الفرح وانك تكسب بطولة متعودين، يعني كابتن خطيب دايما يجي يقول لنا بعد كل بطولة هو سمات النادي الاهلي وطريقة النادي الاهلي، احنا بننسى، احنا بنفرح النهاردة بكرة عندنا ماتش في دوري او في كاس او في اي حاجة، فبننسى اللي فات دوت وبنفكر في اللي جاي دوت. قدر لعيب النادي الاهلي انك دايما توصل بالفريق لاحسن نقطه او لمنصه التتويج، فده بالنسبه لنا بيحط علينا مسؤوليه كبيره كلاعيبه ككباتن فريق، واللعيبه كلها اعتقد في الفريق كله يعني في كباتن فريق وفي لعيبه كبار، لكن اعتقد كل اللعيبه لعيبه كبار في الفريق وعارفين كل واحد مسؤول عن ايه او مهتم بايه. طبعا كل واحد عندهم قدر من المسؤوليه بشكل كويس، ان احنا يعني البطولات بالنسبه لنا بتفرح جمهورنا، وده الحاجه الغايه الاهم عندنا، رقم واحد عندنا ان احنا نفرح جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي هو اللي وصلنا ان احنا يبقى طموحنا في الحته ان احنا نبقى في كاس عالم الانديه نفكر ان احنا ناخد البطوله. يعني وصلنا بالتفكير دوت مش من فراغ، يعني من دعم جمهور ومن دعم إدارة ومن شغل جهاز فني ومن شغل جهاز طبي ومن حتى الناس اللي بتساعدنا في أوضة اللبس والناس، لا كل ده منظومة كلها بتخليك انت كلاعب ليه لا انا محاربش او مفكرش ان انا اخد كاس عالم الأندية.
فدي طبعا حاجة مهمة جدا، يعني ان الجمهور بتاعك هو اللي بيرفع سقف الطموحات بتاعك، دي حاجة مميزة جدا بالنسبة لك، انك يعني هما بيقولوا اللعيبة هي اللي رفعت سقف الطموحات، لا انا بقول العكس، هو الجمهور بالدعم لينا وتشجيعه لينا، وان يعني النهارده في ماتش بيراميدز الجمهور ما سكتش ثانيه، فده كل دعم يخليك انت يبقى عندك طموح كبير انك تكسب المباراه، وكل مباراه وكل بطوله تخش فيها. فطبعا انا بشكرهم ودايما بقول لهم يعني انتوا السند بتاعنا وانتوا الدعم بتاعنا، واتمنى دايما انكم تدعمونا، هم دايما بيدعمونا، بس لما يعني لما نقع اتمنى ان هم يبقوا في ظهرنا دايما. يعني عايز اختم معاك كابتن ايمن برساله تقولها للكابتن وليد سليمان. خلاص كابتن وليد سليمان اعلن اعتزاله مع نهايه الموسم، واحد من كباتن النادي الاهلي ومن اللعيبه اللي اخلصت للنادي الاهلي. طبعا كابتن وليد، يعني كابتن وليد سليمان قيمه كبيره، قيمه كبيره في الكره المصريه، لعب منتخب مصر، لعب دولي، طبعا هنفتقده كلنا، يعني هو احنا اتعلمنا منه حاجات كتيرة جدا جوه الملعب وبره الملعب، في الشخصية، في انك دايما تحارب، انك تكون مصاب وتلعب على الإصابة بتاعتك عشان خاطر فرقتك، دي كلها حاجات هو علمها لنا بشكل مباشر وبشكل غير مباشر. بحب اقول له هو هيوحشنا طبعا، هيوحشنا، لكن هو اعتقد هيكون موجود قريب مننا في النادي. بتمنى له التوفيق في اي في المكان اللي هو هيكون فيه، ودايما احنا هنكون متواصلين لان هو اخ كبير لينا، واحنا بنحبه، يعني بنحب كابتن وليد كشخصيه مرحه وكشخصيه طيبه وقدوه لينا يعني بمعنى اصح. فبتمنى له التوفيق، وان شاء الله كده يعني في الفتره القصيره اللي هتبقى معانا دي، الفتره اللي جايه، يقدر يحقق اكتر حاجه يقدر يعملها، وكلنا بندعمه وكلنا واقفين جنبه، واي حاجه بيطلبها مننا بيبقى على دماغنا. يعني اكيد بتبقى سعيد لما الجمهور بيربط صورتك بصوره فارس، ربنا يحفظه لك يا رب، واكيد الجمهور يقول مثل للرجوله هو ايمن اشرف، تبقى سعيد ونفسك في يوم من الايام يكون لعيب في النادي الاهلي. طبعا فارس دلوقتي بيتمرن يعني، ف من بدري يعني، عنده 5 سنين، بس هو بيلعب برجل اليمين، طلع يطلع ايمن بقى، لا هيطلع بيلعب برجل اليمين، يطلع يلعب بقى هاف رايت هاف ليفت، ده طبعا احسن من الناس اللي ورا اللي بتتهان دي. الناس اللي ورا دي تبقى طول الماتش كويسه، يقلش قالش خلاص الماتش خلاص، يعني هو شال الماتش. فاعتقد لا، هو لعيب كويس يعني، البدايات بتاعته مبشره الحمد لله يعني، وبدال والدي قال لي ان هي بدايته مبشره، فعين والدي كويسه يعني. فربنا يكرمه ان شاء الله، واشوفه كده نجم كبير باذن الله. شكرا كابتن ايمن، وبالتوفيق باذن الله، ونبارك ان شاء الله بعد الفوز على صن داونز والتتويج بال11 باذن الله. والله يا حبيبي يا رب ان شاء الله، وربنا يكرم ان شاء الله، واحنا زي ما انت قلت كده ال11، فاحنا عينينا على ال11 ان شاء الله، وعينينا بحاجه مهمه جدا يعني، نبقى اول جيل في النادي الاهلي ياخد وفي افريقيا ياخد 3 بطولات افريقيا، فده هيبقى حدث تاريخي، هيبقى انجاز تاريخي. فان شاء الله نتمنى ان احنا نوصل للتاريخ ده، واللعيبه كلها بتفكر التفكير بتاعنا يعني، الشناوي واللعيبه الكبار كمان بنوصل لبعض ان ده الهدف بتاعنا الرئيسي، ناخد بطوله افريقيا عشان في انجازات مترتبه على ده يعني. فان شاء الله باذن الله هنحارب على البطوله لغايه اخر نفس، عشان نفرح جمهور النادي الاهلي ان شاء الله. اشكرك كابتن ايمن وتفيدك حبيبي. اعزائي المشاهدين ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي، ده كان لقاءنا مع واحد من ارجل لعيبه كره القدم في مصر وفي النادي الاهلي، دايما بنستمد منه من شخصيته في الملعب، واحد من اللعيبه اللي اوضه اللبس اللي في النادي الاهلي ودورها المهم جدا في بطولات النادي الاهلي، كابتن ايمن اشرف اللي بنتمنى له التوفيق، وان شاء الله نرجع مكللين بالانتصار على فريق صن داونز من جديد. تعود الكلمه للزملاء في الاستوديو.